امام فيوتشر 2-1. حابب تقول ايه النهارده بعد الهزيمه ساكنه؟ يعني عاوز اقول طبعا يعني هدرك الفريق، بيقابلنا سوء حظ في التاني مباراه على التوالي، اخطاء فرديه الحقيقه بنخسر مباريات، فريق بيأدي بيبذل جهد كبير، لكن في النهايه هي دي كره القدم. لكن للاسف الشديد تدخلات للمره الثانيه على التوالي من التحكيم غيرت مسار هذه المباراه. يعني النهارده تحديدا لعبه هي اللي غيرت هذه النتيجه بتاعت حسين السيد، لا يوجد فيها اي نوع من التمثيل بالنسبه للاعب. الحكم اصر ان هو يطرد اللاعب بالكارت الثاني بدل ما يعطيه ضربه جزاء، او على الاقل تقدير ان هو اللاعب ما مثلش انه كان بين اثنين لعيبه، وده واضح جدا لما تراجع اللعبه. وده عشان كده بعد المباراه، وده يمكن اتقابلنا مع حكم الفار اللي اكد ان هو عمل اللي عليه واستدعاه، لكن الحكم للاسف كابر في ان هو يدي النادي المصري حقه ولا يطرد اللعيب. وفي حاله عدم طرد اللاعب احنا كنا واثقين ان الفرقه ستعود وهتكسب المباراه، خاصه كنا احنا الافضل والاحسن في خلال المباراه قبل عمليه الطرد. للاسف الشديد جدا منظومه كره القدم في مصر في اهواء تحكيميه، تحديدا منظومه التحكيم اذا صلحت تصلح منظومه كره القدم، واذا فسدت منظومه التحكيم فاعتقد كره القدم هتفسد على مستوى مصر. للاسف التدخل التحكيمي اصبح تدخلا سافرا دون يعني ضوابط او دون حساب لاي من هؤلاء الحكام. يعني هذا الحكم باي ضمير النهارده؟ هو كابر هذا الحكم، ادعى ان هو حكم، يعني هو حكم دولي، بيقولوا عليه انه حكم دولي او حكم من كبار الحكام في مصر. للاسف لما رجع للفار كره واضحه، لكن هو من النوع اللي هو كابر على انه اخذ القرار بكده، وبالتالي هو استمر على ان هو يطرد اللاعب. مين يحاسب هذا الحكم اللي تدخل النهارده؟ بيبعد نادي كان داخل على صداره وبينافس، النهارده هو تدخل سافر منه في ان هو غير نتيجه المباراه. على اقل تقدير حسين السيد لا يستحق الطرد، لان اللعبه اللي هو اتكلم فيها لا علاقه لها بعمليه التمثيل. لاعب كره قدم بين اثنين لعيبه حصل احتكاك، يا اما تدي ضربه جزاء، في اسوء الفروض لا يتم طرد هذا اللاعب. وبالتالي كان ده القرار الصعب اللي غير في نتيجه المباراه. في المباراه السابقه حصل واحتجينا على التحكيم، ولكن للمره الثانيه بيحصل تدخل من الحكام في تغيير مسار مباراة النادي المصري الذي هو الافضل والاحسن خلال المباراه. اضعنا كثير، عندنا اخطاء، عندنا لعيبه مش في مستوى، عندنا المدير الفني بيحاول الراجل يعني، ومستاء من النتائج، واللعيبه وعدوا بعد المباراه ان هم ان شاء الله هيحسنوا النتائج وهيبذلوا اقصى جهد حتى يعني يكون النادي المصري في مكانه افضل ان شاء الله في الاسابيع القادمه. لكن انا بوجه للقائمين على كره القدم في مصر، اتحاد الكره ورابطه الانديه، اللي بيحصل الان من التحكيم والتدخل من الحكام دون حساب ده امر خطير جدا 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 على المسابقه. يعني للاسف الشديد الحكام بتتعامل، خاصه يعني في بيتعاملوا هؤلاء الحكام بشكل وكانهم يعني لا احد يستطيع ان هو يحاسبهم، بيتعامل كانه هو الوحيد اللي عارف في امور التحكيم دون رقيب من احد، دون حساب من احد. احنا عاوزين زي ما بتتعامل مع الانديه الكبيره لاهلي وزمالك لما في حكم بيخطا في مبارياتهم بيتم محاسبته واعلان ذلك على الراي العام، احنا عاوزين برضو الساده لجنه الحكام يطلعوا ويقولوا لنا الحكم ده القرار ده سليم ولا مش سليم، ويقولوا الاسباب. انا خلاص عارفين النتيجه انتهت وعارفين ان المباراه انتهت بكده، لكن ان الحكم يخطا وما حدش يحاسبه بعد مراجعه الفار، انت بتحكم بالفار مش العكس، ده الحكم بيلغي الفار. يعني هذا الحكم الدولي الذي له سوابق سابقه في الدوري المصري وهو اشتهر بذلك، يعني سموه حتى حكم الاحتواء. ليه؟ لانه تدخل احيانا في تغيير نتائج مباريات، اذا هو متعود على هذه الامور. ما تقوليش بقى ده حكم دولي وحكم ممتاز، لا، الكلام كان قدام الناس على مرأى ومسمع من جميع الناس. انا بحذر القائمين على كره القدم في مصر، اتحاد الكره في مصر ورابطه الانديه، ان التحكيم في مصر بيعيش
يعني أسوأ أيامه، والناس خلاص وصل بها حالة الاحتقان من التحكيم بشكل احنا مش عارفين نقابل جمهورنا، مش عارفين النهاردة جمهورنا اللي احنا يعني الإدارة ومجلس الإدارة قيادة رئيس النادي ومجلس الإدارة كلنا في حالة استياء من التحكيم المصري وبتدخلات التحكيم اللي غير نتائج المباريات، خاصة المباراة السابقة والمباراة مباراة النهاردة. احنا بقول لجمهورنا احنا مش بنسكت على أخطاء، الإدارة بتتدخل بتحاول تتواصل، بتحتاج بتاخد كل إجراءاتها اللي يعني ومسؤوليتها تجاه هذا الأمر، وإن احنا طبعا بنعتذر لجمهورنا وبنقول له إن شاء الله القادم هيكون أفضل، ثقوا في هذا الفريق والإدارة الفنية إن عندنا فريق كبير وعندنا فريق يعني يستطيع إن هو يصل لمكانة كبيرة. لكن للأسف الشديد عندنا أخطاء واضحة وهي أخطاء فردية، وإن شاء الله هتتحسن ويكون الأفضل، وعندنا ثقة في اللعيبة. كرة القدم فيها الأخطاء طبعا، لكن التدخل التحكيمي هو اللي مستفز، التدخل التحكيمي هو يعني حالة اللامبالاة لدى الحكم، هو يتخذ القرار ولا يراعي مشاعر الجماهير ولا يراعي مشاعر اللاعبين ولا يراعي مفيش أي مراعاة لأي حد. بأي ضمير أنت تحكم؟ بأي ضمير هل هيكون في عقوبات مادية على اللاعبين يا أستاذ بعد خاصة بعد الهزيمة الثانية على التوالي؟ طبعا احنا عندنا يعني شوف عاوز لك الحاجه، المدير الفني بياخد القرار المناسب وعنده لائحه بيطبقها هتطبق على الجميع يعني لاعبين او كده، ما فيش مشكله، دي حاجه بتبقى داخليه بيتم طبعا المدير الفني بيعلنها مع المشرف مع كره القدم في النادي ومع رئيس النادي، المدير الفني بيعلنها مع المشرف مع كره القدم في النادي ومع رئيس النادي، ودي ما فيش فيها مشاكل. طبعا احنا عندنا سياسه الثواب والعقاب يعني ده طبيعي في كره القدم، لكن احنا عندنا ثقه في الاداره الفنيه، عندنا ثقه في اللاعبين ان شاء الله هيكون افضل، لان حصه وان المباريات اللي احنا خسرناها كنا الاحسن والافضل، بيقابلنا سوء يعني حظ، يعني في لعيبه بتبقى لعيبه مهمه جدا في الفريق واحيانا يعني بيبقى مش يومه وبخطا بسيط جدا لا يمكن يعني اي حد يقع فيه، لكن ده بيحصل، هذه كره القدم، ممكن لاعب ما يبقاش في يوم يبقى سوء حظ بيقابل اللعيبه، علينا ان احنا يعني نتحمل مسؤوليتنا. لكن اللي استفزنا النهارده هو اصرار هذا الحكم على طرد حسين السيد، يعني على الاقل لما حسن مراجع للفار يا سيدي ان انت شايف ان مش فيها ضرب الجزاء، ولو ان ده وجهه نظر ان هي ضرب الجزاء ان حصل احتكاك، شايف ان هو ما يرتقيش لضرب الجزاء على الاقل ما فيش تمثيل، انت اديته انذار عشان ايه؟ عشان اللاعب بيمثل ان هو اتقبض او اصيب او حصل تدخل عليه، لكن ده ما حصلش، ان الاحتكاك تم والاحتكاك واضح من 2 لعيبه مع حسين السيد، يبقى كان يجب عليك لو انت تملك من الجراءه والاحترام وتحترم المهنه اللي انت بتمتهن بيها وتبقى راجل قاضي وبتحكم وبتعدل بين الناس وبين الفرق، ان انت كان يبقى عندك من الشجاعه وانك تعود في هذا القرار، ما كانتش محتاجه، لان الفار اساسا جايبينه عشان يراجع قرارات الحكام. بالظبط. ايه اللي انت جبته؟ ايه؟ طب لماذا استدعاك حكم الفار اساسا؟ اذا شايف فيها حاجه، شايف ان في قرار في خطا في القرار، وهو عاوز يقول لك ارجع شوف القرار ده، لكن انت كبرت بقى حكم دولي، حكم عالمي بقى، حكم له مثلا 2-3 كاس عالم، وشغالين بقى في عمليه الاحتواء بقى اللي هو شغال فيها ده، نوع جديد من التحكيم اللي هو بيشتغل بيه ده. يعني للاسف الشديد هذا الحكم حكم سيء، اساء لينا النهارده، اساء غير المباراه، واحنا الحقيقه مستائين جدا 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 من التحكيم في هذه الايام بالنسبه لكره القدم المصريه. شكرا استاذ النائب. شكرا.